تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. حلقتنا اليوم مستمعين الأعزاء مميزة، اليوم معانا في الاستوديو لأول مرة الأستاذة أسماء الجناحي إن بيرسون. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور، ويسعدني أن أكون معكم في الاستوديو اليوم. وطبعا معي شريكتي في التقديم آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك دكتورة، صباح النور. مستمعين الأعزاء، احنا حابين ننوه عليكم بأن حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة هي الحلقة الأخيرة لهذا الموسم، آملين بإذن الله أن نستأنف البرنامج في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وأن نظل دائما عند حسن ظنكم في هاي الحلقة المفتوحة. بنستعرض معاكم عدة ملامح. أولا بنتحدث عن الجهود الكبيرة اللي شهدتها دبي ضمن توجيهات الدولة فيما يخص مواجهة جائحة كوفيد-19، وأيضا بنتحدث عن الخطوات السريعة اللي شهدناها نحو التعافي وعودة الحياة الطبيعية ويومياتنا العادية. طبعا مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية المقررة لسلامتنا والمحافظة على صحتنا. وقبل ما نبدأ حلقتنا مثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء ناخذ خبر، أو اليوم بناخذ عدة أخبار مع آمنة. أهلا فيك دكتورة. وطبعا أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تطعيم النساء الحوامل ضد كوفيد-19، وذلك ضمن جميع مراكز التطعيم المنتشرة في إمارة دبي. ونوهت أيضا الهيئة بضرورة التسجيل المسبق وحجز موعد للتطعيم من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية DHA أو عن طريق الواتساب على الرقم 8342. وطبعا نوهت الدكتورة منى تهلك استشاري أمراض النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بأن صحة دبي وفرت الجرعات المطلوبة من لقاح فايزر بيونتك لتطعيم الحوامل، مؤكدة على ضرورة مراجعة المرأة الحامل للطبيب المختص المتابع للحمل في حال وجود حالة صحية تحول دون أخذ اللقاح. وكذلك أوضحت أن التطعيم سيتم أخذه على جرعتين، وينصح بأخذ اللقاح بعد مرور 13 أسبوع من الحمل. وطبعا دكتورة في الحديث عن التطعيم، أكيد لكم رأي في هذا الجانب، في جانب تطعيم النساء الحوامل، شو رأيك في هذا الخبر دكتورة؟ طبعا هذا القرار ما أصدر إلا لما تأكدوا نتيجة للدراسات والأبحاث اللي قاموا بها بأن هذا التطعيم يعتبر آمن للنساء الحوامل. وطبعا يعني إحنا ننصح جميع الحوامل اللي تبي تأخذ التطعيم أولا تقوم باستشارة طبيبها المختص، ومن ثم تتخذ القرار وتأخذ تتوكل على الله وتأخذ التطعيم. نعم أسماء، أيضا أكيد لتراي في الجانب الإعلامي من ناحية التطعيم، إذا نحن بننوه على المستمعين وبنذكرهم وبنقولهم أين يتوفر هذا اللقاح وكيف ممكن للمستمعين أنهم يأخذون اللقاح. في عدة طرق أن الواحد يأخذ اللقاح، والطرق يعني تسجيل وأخذ الموعد وايد سهلة، يعني كلها يمكن تكون بضغطة زر. منها تطبيق هيئة الصحة بدبي، وتطبيق هيئة الصحة سهل بطريقة أنه يضغطون على اسم المركز، لأنه غالبا اللي يظهر في التطبيق المراكز اللي متوفر فيها اللقاح. فيدخلون على التطبيق، يدخلون على حجز موعد تطعيم كوفيد، من يدخلون يشوفون قائمة المراكز، وهي المراكز يتم تحديثها بشكل مستمر ويومي، يضغطون على الموقع
بعد الموقع يضغطون على الوقت اللي يناسبهم وأيضا للوقت واليوم والتاريخ اللي يناسبهم. كل مراكز هيئة الصحة بدبي لازم تكون عن طريق أو من خلال المواعيد المسبقة، وهي أيضا عشان نظام التباعد الاجتماعي، عشان يعني يجون يخصون أن كل اللي يطلع في السوشيال ميديا من المتعاملين من رسائلهم الجميلة نحن نقراها كلها، أنهم يعني أقل من 10 دقائق الخدمة يا وخذوا الخدمة وطلعوا وكانوا في الأبزرفيشن إيريا ما كملوا 10 دقائق. فيعني المواعيد وايد تسرع العملية هاي وتخلي إن حياة الكل حلوة. صحيح. أيضا هي تصح من فترة أطلقت خدمة المواعيد من خلال تطبيق الواتساب، وكانت أيضا معنا الأستاذة فاطمة الخد مدير دار سعادة متعامل تكلمت عن هذا الموضوع، والطريقة أيضا سهلة واللي يطلع لهم في التطبيق المواعيد المتاحة الآن. والمواعيد موجودة، ممكن يحصل مواعيد إذا ما حصلها اليوم باكر، لكن في طريقة نأكد فيها إذا دخلوا لوكيشن في الموقع وما حصلوا ما يقولون خلاص ما شيء مواعيد. صحيح. يجربون اللوكيشن اللي بعده. نعم. حسب الموقع الجغرافي اللي يعني هم حابين يأخذون فيه التطعيم. مراكز التطعيم مو بس متوفرة متوزعة بس في دبي، في كل منطقة يمكن يحصلون أكثر على المركز. صحيح. يعني في الطوارئ في مركزين، عندنا مراكز مثلا المراكز الكبيرة، عندنا 3 مراكز كبيرة اللي هو قاعة البرشة. أيه. اللي موجودة في منطقة البرشة، وعندنا الوان سنتر اللي هو في النص، وعندنا مركز الطوار لغسيل الكلى اللي موجود في فديرة. يعني اسمه ما عندهم عذر، اللقاح يعني متوفر على امتداد إمارة دبي في كل مكان. صحيح. كامل، والحمد لله تفاعل وايد كبير، يعني المراكز ما شاء الله يعني فيها اقبال وايد، من نحن ننزل ساعات اعلاميا نصور. صحيح. المراكز ويبين الاقبال وسعاده المتعامل الموجوده. اصلا الكل ينصدم ان كيف احنا يعني بهالسرعه خلصنا، يعني كانوا يعني الناس تجي وتتوقع ان والله انا بقعد ساعه زمان على الاقل يعني عشان اخلص. نعم. وكل اللي راح قال والله، ومن بينهم انت يا امنه امس كنت تسولفي لي تقولي لي دكتور انا ما طولت يعني كله على بعضه. والله انصدمت، يعني انا توني اخذ اللقاح طبعا. نعم. قلت لك لظروف صحيه ما اخذته قبل. صحيح. فيوم اخذت اللقاح دخلت قاعه البرشه انا منبهره بالتنظيم. نعم. منبهره بالترتيب، منبهره بالتعامل صراحه من الموجودين ايضا في قاعه البرشه. الصراحه يعني والله العظيم مثل ما تقول اسماء. أيه. ما كملت 10 دقائق. بالضبط. انا ما اخذ اللقاح وخلاص جالسه في هاي قاعه الانتظار. أيه. 10 دقائق والحمد لله سكت بروحي ورديت البيت واموري تمام التمام. تمام. يعني اجراءات مسهله وبسيطه، ويعني كل حد جالس في مكانه تحسين يعني شيء جدا التباعد موجود و... بالضبط. فهي راحة نفسية صراحة. هاي الفكرة الأساسية إن الواحد ياخذ موعد حتى دكتورة بسهولة. يعني أنا مثلا كان عندي مشكلة في الدخول للتطبيق، أتصل على 800342 بكل سهولة يقولوا لي المركز متوفر ياخذوا لي الموعد. يعني صحيح. حتى الأشخاص مثلا كبار السن اللي ما يمكن ما يعرف يستخدم التطبيق ما يعرف يتصل. من خلال المكالمة يعني ال 60 وفوق يقدرون يتصلون على مركز الاتصال 8342 ويحجزوا الموعد. وهاي فرصة بعد نحن نتكلم ونشجع أيضا اللي مثلا كبار المواطنين اللي ما أخذوا. الخدمة موجودة والتطعيم يوصل لين باب البيت. يعني نحن عندنا كهيئة الصحة الخدمات المنزلية، وأيضا هناك خدمة أيضا بالتعاون مع مؤسسة بين الإسعاف بعد تطعيم في المنزل. يعني حتى التطعيم الحين قام يوصل للبيت، يعني ما أظن في عذر بعد لهم. كل شيء أدويتهم يبنى لها للبيت. أيه. وتطعيمهم يا للبيت. وطبعا أسماء عندها معلومات أكثر وتقدر تحدثنا أكثر عن هاي الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين. بس قبل هذا بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل يعني احنا متعودين خلاص أسماء نبي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. فاصل قصير وبنرجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا في حلقتنا الختامية اليوم منورتنا أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، وبتعرفنا اليوم أكثر على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار المتداولة فيها.
ناخذ بعض التغريدات اللي كانت خلال 24 ساعة الماضية. كان في تغريدة من في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. التغريدة كانت تقول: مع بدء موسم العطلات الصيفية تشجع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الراغبين في السفر إلى الخارج على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 حفاظا على سلامة الجميع. كان في تغريدة ثانية أيضا في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي: مع بدء موسم العطلات الصيفية أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على أهمية أخذ الراغبين في السفر إلى الخارج اللقاح المضاد لكوفيد 19 بجرعتيه الأولى والثانية، وتأكد من مرور 14 يوم بعد الجرعة الثانية قبل تاريخ مغادرة الدولة. في تغريدة ثانية تكمل لهذه التغريدة: تأتي هذه التأكيدات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لما للقاحات من أثر كبير في تعزيز مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الفيروس. دام نحن نتكلم عن السفر والأخبار كلها كانت على السفر، دكتورة خلينا نتكلم شوي عن الأشياء اللي نحن لازم نسويها وإجراءات، يعني مو بس التطعيم كافي، أيضا هناك إجراءات وقائية لازم ناخذها نحن مسافرين. طبعا في بعض النصايح أنا أنصح الجميع قبل ما يسافرون أن يحطون في بالهم هاي النقاط الرئيسية، وفي بعد بعض النصايح أثناء سفرهم وبعد لما يردون من السفر. قبل ما تسافر أنت لازم تعرف الوجهة اللي أنت بتسافر فيها، شو النظام الصحي عندهم، شو المناخ عندهم، شو الحالات الكوفيد، شو القوانين في الدولة هناك، شو تطلب، تطلب منك فحص، تطلب منك تطعيم، هل في حجر، هل هم بيحجرونك هناك لما توصل للبلاد أو لا. فوايد مهم أنك أنت تسوي سيرش بسيط على الدولة اللي أنت بتزور وتعرف كل القوانين والإجراءات عشان ما تنصدم لما توصل أنت لوجهتك. وطبعا وايد مهم أنك أنت إذا أنت بتسافر عن طريق الجو تعرف قوانين شركة السفر، شركة الطيران اللي أنت بتروح لها، شو يمكن هي لها متطلبات خاصة مختلفة عن المتطلبات في الوجهة اللي أنت بتوصلها. يمكن يطلبون منك فحص بي سي آر يمكن قبل 24 ساعة، يمكن قبل 72 ساعة، أنت لازم تكون عارف. مو بلما توصل للمطار تنصدم وتقول والله أنا ما كنت أعرف. هني أنت لازم بالضبط تعرف وين بتروح، على أي شركة طيران، هل هو يطلب منك أشياء خاصة، أوراق خاصة، دوكيومنتيشن خاص. أنت كل هاي الأمور لازم تكون جاهز لها. يعني هاي الأمور طبيعية قبل كوفيد، فما بالكم الحين مع الجائحة. أنتوا لازم تكونون على علم بكل القوانين والإجراءات، ومثل ما قلنا أيضا جدا مهم أن احنا ننصحكم أنكم تحصلون على لقاح كوفيد 19، سواء كانت الوجهة اللي بتروحوا لها تطلب اللقاح أو ما تطلبها، احنا ننصحكم أنكم تاخذون الجرعتين قبل أسبوعين على الأقل من سفركم. وبعد جدا مهم أنك أنت ما تسافر إذا كنت مخالط، ما تسافر إذا أنت شاك أنك فيك كوفيد، وإذا كانت عندك أي أعراض أو مريض إحنا ننصح أنك أنت ما تعرض نفسك والآخرين لخطر أي عدوى، فأنت ما تسافر إذا كانت عندك هاي الأمور. بعد في نصايح بشكل عام، لأن إحنا لما نسافر مش بس نفكر في الجائحة، ترى في أمراض ثانية، فإحنا نشوف هل في لقاحات أخرى إحنا نقدر نحصل عليها إذا كنا مسافرين، إذا كنا أصحاب أمراض مزمنة نزور دكتورنا ونشوف شو الأدوية اللي لازم ناخذها معانا. بعد إذا كنا رايحين لمكان موبوء بالملاريا ناخذ الأدوية والسبري والأشياء الخاصة عشان نحمي نفسنا ضد الأسعاد هذه. ففي الجائحة وفي بعد الأشياء الثانية. وهذا الدكتورة العسبشين إحنا عندنا أيضا خدمة اسمها عيادة المسافرين بالضبط. يعني ممكن واحد قبل ما يسافر عشان يعرف تقريبا شو الوضع الصحي في الدولة اللي بيسيرها، ممكن يأخذ موعد في مراكز الرعاية الصحية الأولية. صحيح. يأخذ موعد يطلب يشوف الدكتور ويتواصل معهم. أحيانا في بعض الدول يعني مثل ما قلتي الإشتراطات الطبية، بعض الدول في لقاحات خاصة هاي من قبل الجائحة مو بس خلال الجائحة، أنا مثل لازم يبون تطعيم الحمى الصفراء مثلا. ففي بعض الدول أصلا من قبل الجائحة عندهم بعض الإشتراطات الطبية لازم واحد يأخذها. نحن يعني انشغلنا مع كوفيد ونسينا الأمراض الثانية، ترى في أمراض ثانية في العالم. دكتورة دائما نقول الوقاية يعني خير من صحيح. العلاج. إذا أنت اصلا تبي تسافر لازم اول شيء تكون ماخذ اللقاح طبعا، ثاني شيء تسال عن هالدوله اللي انت رايح لها اكثر من قبل. حتى الحين هالسيرش البسيط اللي تطري الدكتوره استوى اهم صحيح. اهم نقطه ممكن تسويها قبل ما انت تسافر. فمثل ما ذكرت اسماء عياده المسافرين موجوده،
الإجراءات اللي تضعها أيضا هيئة الصحة في دبي على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في متناول الجميع، يقدرون أنهم يقرونها، وقبل السفر يتخذون كل الإجراءات يعني حتى على مستوى الفندق اللي بتسكنونه. أنتوا لازم بعد تعرفون وين بتسكنون، هل هذا الفندق معروف باتباع الإجراءات احترازية؟ ما فيها شيء إذا تتصلون في الفندق وتسألون أنتوا شو إجراءاتكم الاحترازية. أنا دائما أقول يعني الواحد ما يستحي إذا كان الموضوع في سلامته وسلامة الآخرين، يعني وسلامة أهل إن يسافرون في حين موسم سفر العائلات. إحنا نبغاهم يستانسون بعد فترة طويلة. الناس كثير مو بمسافر، صار لها أكثر من سنة ونص. دكتور أنا بعد لاحظت يعني أشوف الناس في السناب والناس اللي أعرفهم يعني من ربعنا من يطبون دولة ثانية كان ما في ماسكات، ما في إجراءات. فنحن يعني نتمنى حتى لو نحن مسافرين، حتى لو يعني الجمهور الموجود مو بلابس ماسكات، نحن نلتزم لأن يعني هاي سلامتنا نحن. حتى صحيح. مع أخذ التطعيم ننصح دائما أن الواحد يلتزم بالإجراءات الوقائية. الأماكن اللي فيها ازدحام، اللي فيها يعني حفلات وهالأشياء نحاول نتجنبها في السفر. صحيح. هذه في النهاية أسمى تعتبر مسؤولية مجتمعية. الشخص لما يكون هو لابس الكمام هو يحمي نفسه ويحمي أهله اللي بيرجع لهم بعد السفر. فالمسؤولية المجتمعية مهمة. الإنسان إذا يشك مثل ما قلتي دكتورة أنه مخالط أشخاص أو ممكن يكون مصاب، يشك أنه في أعراض بس نتيجته مثلا نفرض سلبية، المفروض صحيح. هو من نفسه يعزل نفسه، يغير تاريخ السفر، ما في شيء بيتأخر ولا بيختفي. المهم أن سلامتك وسلامة الأفراد من حولك هاي مسؤوليتك، ومسؤولية مثل ما نقول مسؤولية مجتمعية بشكل عام. يعني طبعا بالضبط يعني مثل ما قالت أسمى، يوم الواحد يوصل هناك ما ينسى أن ما زالت الجائحة مستمرة، يعني مش الجائحة موجودة في البلاد وخارج البلاد مش موجودة. فأنت بعد تتحتم عليك أنك تتبع كل الإجراءات اللي تسويها في البلاد تطبقها هناك بعد. كماماتك، تعقم إيدك، الأماكن المزدحمة ما تروح لها، بعد تكون مرن، يعني مو بشرط إلا أروح هذا المكان المليان ناس أغير خطتي أو أروح في وقت أقل ازدحام مثلا. يعني في كثير من الناس يعني يكونون مهووسين، يعني أنا لازم أروح هذا المكان أو أنا لازم أحضر هذا الإيفنت، مو بشرط. يعني الواحد يكون فليكسبل، لأن الاحتياطات لازم إحنا نتبعها، والإجراءات الاحترازية تراها هني وبرع البلاد تراها نفسها. دكتورة في بعض كنا قارين في قنوات يعني أحيانا بعض النصائح اللي نشوفها في السوشيال ميديا، فأحيانا في نصيحتين دائما نشوف الدكاترة يقولونها، أنا بس بتأكد منك، يقولون تعمل من سافرون بعض الدول اللي أنتم مو بوايد متأكدين، مثلا في بعضهم يشربون التاب ووتر، هل الماء اللي مثلا من صحيح. فدائما يعني ينصحون ان الواحد ياخذ المياه المعبأة المعدنية اللي احنا نشربها، وانه مثلا يتفادون الخضروات الورقية. صحيح. فما اعرف اذا هل هي يعني هاي معلومة صح؟ هذه معلومة جدا صحيحة، الكثير منا يغفلها، لأن في بعض الدول أنت ما تعرفين مصدر المياه الموجودة فيها. مشكل الدول تتبع الإجراءات اللي احنا نتبعها في سلامة المياه، ففي كثير من الأمراض تنتقل عن طريق الماء الملوث. عسب شي احنا دائما ننصح الأشخاص المياه تكون معبأة. ليش نقول الورقية؟ لأنها تنغسل بالماء تراها. فإحنا دائما نقول إذا أنت كنت شاك في مصدر المياه في هناك، فتستبدل. إذا أنت تحب تأكل الخضروات، تأكل الخضروات المطهوة، لأن إحنا نعرف بمجرد ما أن الحرارة تلمس الأكل هي كأنها تعقيم طبيعي. فتستبدل السلطة الفريش بسلطة مطبوخة خضار أو الكفرد مثل الفواكه المغطية مثل الموز والبرتقال اللي تقشرها، ما تحتاج انك انت تغسلها بالماء، تقشر قشرها فهي من داخل تكون نظيفة. وفي كثير منا ايضا بعد ينسون سالفة الثلج، فأنا واحدة من محبين الثلج وما أقدر أعيش بدون ماء مثلج. بس يعني الواحد يحتاط إذا ما كان متأكد من سلامة المياه الموجودة هناك فيستغنى عن الثلج. في نغزة تي في القلب، واحد يشك يعني يكون صحيح. يبين المكان صحيح. يبين إذا كان نظيف ولا لا. بالضبط. يعني في دول ما شاء الله معروفة بجودة المياه عندها، وفي دول يعني ما يتبعون الإجراءات، أو ممكن المطعم نفسه ما يتبع، يعني واحد ما يدري يعني صحيح. ممكن المكان، فالواحد إذا نغص قلبك بالضبط
لا تاخذ اشياء الورقيه. دائما صحه الانسان مهمه أسمى، سواء في اثناء الجائحه، قبل الجائحه، بعد الجائحه، هاي صحتك. مجرد ان نحن استوينا حريصين اكثر يمكن على ان نحن نروح اماكن نظيفه، مطاعم نظيفه مثل ما ذكرتي، فنادق نظيفه. وهذا ايضا يجرنا ان أسمى تقرا ترى كل تعليقاتكم واي شيء تكتبولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسال الاطباء وتستفسر وترد عليكم. وطبعا لو بنسأل أسمع عن معلوماتها والتساؤلات اللي تيها أكيد كثيرة، وأكيد هناك قنوات تواصل يمكنكم أنتم كمستمعين أن تتواصلون مع الهيئة في هذه القنوات. فشو رأيك أسمع الرد كيف يكون عندكم سريع على المستمعين؟ كيف يوصلون صوتهم؟ إذا بتكلم عن الملاحظات اللي توصلنا، الأشياء الطبية دائما نحن ننصح الجمهور أن يتواصلون مع الطبيب المختص، لأن قنوات التواصل الاجتماعي هي مو بمكان لتبادل أو أخذ الاستشارات الطبية إلا صحيح. إذا كانت خدمة أونلاين مثل خدمة الطبيب لكل مواطن، استشارات موجودة في تطبيق مع مستشفى، مع هيئة معروف. أما يعني النصائح اللي نأخذها من مشاهير التواصل الاجتماعي هاي كلها، أو أن الاستشارات اللي تكون بس شي كسوالف، نفضل دائما ان كل انسان غير عن ثاني. نتكلم عن الملاحظات اللي توصل لهيئه الصحه. نحن عندنا كي بي اي معين في اداره ساعات المتعاملين، وهو جزاهم الله خير، في السوشيال ميديا كله، كول سنتر، وايضا كل الشات اللي موجود في الويب سايت والتطبيق، وايضا الواتساب. فنحن نستلم الملاحظات من كل مكان، وين ما تروحون بتحصلوننا. بنتحدث اكثر عن هذا الموضوع، لكن مستمعينا الاعزاء بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنستكمل حديثنا. صحه وسعاده. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كنا نتحدث عن آلية الرد على الاستفسارات، ومثل ما قلنا اسمه في كي بي آي معين احنا نتبعه في الهيئة. لو شوي توضحين للمستمعين آلية الرد، كيفية آلية الرد. كنا نحن قبل فترة حاطين نشرة خاصة حول كل ما الأشخاص يبون يعرفون عن آلية تقديم الملاحظات والشكاوي، و نحن ما شاء الله عندنا إدارة كاملة اسمها إدارة سعادة المتعاملين، والتي تحرص دائما على ضمان سعادة المتعاملين في أي ملاحظة يقدمونها. تقريبا من القنوات تقديم الملاحظات والشكاوى الموجودة، إذا حد عنده ملاحظات، اللي هي مركز الاتصال الموحد اللي هي 8342. أيضا هناك بريد إلكتروني اسمه وصل صوتك. أيضا تطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي اللي هو DHA، والموقع الإلكتروني، وأيضا هناك نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي اللي هو إيكومبلين، وقنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا هناك مؤشر السعادة اللي موجود في مراكز تقديم الخدمة والمواقع الإلكتروني، وأيضا بالحضور الشخصي إلى الإدارة العامة. هاي بالنسبة للملاحظات. في هناك تصنيف حسب النشرة اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، إن هناك شكاوي العادية اللي هي مش عاجلة ويتم الرد عليها خلال 7 أيام عمل. أوكي. بالنسبة للشكاوي العاجلة اللي هي تكون يتم الرد عليها خلال يوم عمل، ويتم الرد عليها خلال الشكاوي الحساسة تكون خلال يومين العمل، ليه يكون خلاص يبندون الملاحظة. صحيح. هاي فهذا يدل على حرص الموجودين على يعني إن الواحد يكون فعلا راضي عن الخدمة. في حال كان أيضا مو براضين على الموضوع هذا، هناك إدارة التظلمات الخاصة بحل الشكاوي الواردة من المتعاملين تم بثلاث مراحل. واحد، رفع التظلم للمدير المعني في الوحدة التنظيمية نفسها. أيضا رفع التظلم إلى، وهذا في حال عدم الرضا على الحل المقترح. في بعدين إذا أيضا ما كان راضي بعد، في another process يكون يتم رفع التظلم إلى المدير التنفيذي للقطاع المعني. في حال عدم رضاهم عن الحل المقترح أيضا يتم رفع التظلم إلى مكتب سعادة مدير العام للهيئة. فهذا كله عشان يعني إدارة سعادة المتعاملين تحرص أنها تضمن أنهم
يعني المتعاملين مثلاً. وأيضا في قنوات التواصل الاجتماعي اللي يميزنا نحن دائما نحب نسولف مع الجمهور يعني نسولف وياهم ساعاتي ووايد نستانس لما يكتبون لنا الناس هيئة الصحة نحبكم أو يكتبون حتى آلية الرد عندنا في هيئة الصحة مختلفة اسمه. أنا شوف تكلمونهم مو كالرد الآلي، فأنت ممكن توضحين للمستمعين اللي يرد عليهم شخص آلي ولا؟ نحن غالبا يعني في قنوات التواصل الاجتماعي نفضل دائما ان احنا نرد على الشخص بنفسه يعني حسب صحيح. يعني ممكن يسمونه الرد خاص فيه، حتى غالبا نستخدم اساميهم بالتواصل مو بس كملاحظات، احيانا الناس تسولف ويانا بس يعني يكتبونا انه يبون يسولفون معانا. انتم سعيدين اسمى بتواصل الناس معاكم؟ وايد يعني ما شاء الله الرسائل اللي قاعدين يعني نستلمها وايد حلوه ووايد يحطون ايموجيز ورد عليهم ايضا بايموجيز. نحن حتى الردود اللي نسويها تكون حسب اللهجه، يعني اذا كان مثلا اذا كان اماراتي رد عليه باللهجه الاماراتيه، واللي موجودين ما شاء الله الفرق الموجوده صح جنسيات مختلفة لكن أيضا مواطنين أيضا موجودين في 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 جميع الفرق الموجودة. الحلو إن الناس ساعات لما تروح مركز تسانس يحطون اسم المستشفى يحطون قلب وأيضا رد عليهم بقلب، فنحن لأن نحن في النهاية نخدم المجتمع ونحن جزء من المجتمع وهم يسعدنا فعلا التواصل معهم على مدار الساعة. يعني الفكرة نحن ما نعاملهم برسمية، نعاملهم إحنا كأنه إحنا جزء من عائلة كبيرة. نعم إحنا كنا شعب واحد ومجتمع واحد ونحن كنا إخواني، ممكن هذا يكون أبوي يكون أمي يكون تكون أختي. فسبحان الله أنا بعد يوم حد يرد علي بطريقة جدا رسمية أحس عمري يعني ما أعرف، أحس أنا بعد أصير رسمية وما أعرف أقول اللي أنا بأقوله. فيوم السوشيال ميديا السوشيال تواصل يعني اجتماعي. نعم حلو إنه الحلو في هيئة الصحة في دبي أنها قريبة من المستمعين. نحن لاحظنا ردود هيئة الصحة في دبي على قنوات التواصل الاجتماعي مختلفة. وأيضا سعيدين مثل ما ذكرت أسماء بكل الملاحظات الجميلة، مثل ما يقولون من لا يشكر الناس لا يشكر الله صحيح. فأنا دائما اليوم أتعامل مع أي مكان سواء بنك مستشفى أي مكان أزوره، إذا لقيت استحسان وشيء أعجبني وأبهرني أدور على وسائل التواصل الاجتماعي تبع هذا المكان وأقولهم شكرا، لأن في ناس صدق وراها العملية المنظمة اللي أنت تحصلينها صحيح. ورا سرعة أداء مثلا أي مثلا مهمة سايرة تسوينها أديتيها بسهولة، مثلا مدير المركز يا استقبلت، نفرض في مرة من المرات في تعاملاتي مدير من مركز ما يعرفني ولا أعرفه بس شاف أني ضايعة شيء في البنك جاء وقال لي والله أساعدك في شيء، أنا ترى مدير الفرع الفلاني وساعدني وقدم لي الخدمة وبالعكس خلصت إجراءاتي بسرعة. صرت أدور على يعني حسابهم حساب هذا البنك في تويتر وكتبت لهم رسالة شكر لأن صدق هالشخص صحيح. يستحق أنه ينشكر. كذلك هيئة الصحة في دبي تحصل رسائل جدا جميلة من المتعاملين، فإحنا نقول دائما نتقبل ملاحظاتكم بصدر رحب وكذلك نتقبل كل الشكاوي أيضا بصدر رحب. الملاحظات جزء من عملية تطويرية فالخدمة مقدمة للجمهور، فإذا الجمهور ما عطاها ما عطى الملاحظات الخدمة ما بتتطور، لأن الخدمة تتطور بناء على صح في فريق يشتغل على تطوير الخدمات لكن أيضا ملاحظات الجمهور كلها مهمة سواء صحيح. كانت شكر كانت شكوى كانت سواء حتى أيضا برنامج هذا نحن أيضا نستلم برنامج صحة وسعادة نستلم فيه ملاحظات صحيح. كل الملاحظات يتم أخذها بعين الاعتبار. نعم وكذلك الأشخاص اللي يكتبون لنا الحين يرسلون لنا رسائل على على SMS الإذاعة، إحنا نقولكم أن رسائلكم واصلت لنا وأن إن شاء الله بناخذ هاي الأرقام، وفي أسئلة خاصة بالأطباء مثلا لازم يجاوبون عليها فنحن ناخذ هاي الأرقام ونتواصل معاهم تحت الهواء ونجاوب على استفساراتهم دائما اللي توصلنا على برنامج صحة وسعادة. ف أسمى طبعا من هذا الحديث بننتقل للدكتورة هند، بعدنا نحن دكتورة في الصيف أي. والناس تحب تروح البحر وتروح تشمس تسوي دان، أكيد عندك إجراءات احترازية حق الشواطئ. أنا عندي إجراءات احترازية في كل مكان
المفروض اسمك يربط الحين مع الاجراءات الاحترازيه. وصراحه بقول لكم ترى الدكتوره من تدخل الاذاعه ما شاء الله عليك دكتوره، يعني انا من عرفتك من بدت الجائحه والدكتوره معاها رش، اول شيء تعقم المكان كامل، عقب ترش شويه المايك هذا، مع ان نحن اول ناس على فكره نقدم في هذا الاستديو الصبح، بس هي ترش المايك كامل ما تتاكد، لازم هي تروح يعني تنظف كل شيء. امنا ما يصير انا اقول لهم اتبعوا اجراءات، قولوا فعل الصراحه دكتوره انا اعترف ان تقولوا فعل تتبعين الإجراءات أنت قبل الناس. ويعني الكثير لاحظ هذا الشيء، يقول يعني خلاص ما مليتي من كثر ما تعقمين الأشياء. أقول لهم ترى بعد الجائحة ما زالت مستمرة، يعني الجائحة إذا أنا مليت الجائحة ما بعد بعد ما ملت ما ملت ترى. فأعزائي المستمعين لا تملون من مثل ما يقولون التعقيم والإجراءات الاحترازية. دكتورة ذكريهم بالمثلث، مثلث الوقاية، يعني هذا دائما وأبدا الواحد يحط في باله، يرتدي كمامة، وأنا دائما أقول ارتداء الكمام بطريقة صحيحة، ما شيء أي فايدة إذا حاط الكمام وطلع خشمك أو حاط على ذقنك، يعني ما منه فايدة، حتى الشكل مو حلو، حتى جماليا يطلع الشكل الشخص، يعني مو بس إجراءات حتى شكلكم غلط. يعني إذا ما تبون الحماية على الأقل كشكل، بس ما يهمها شكلكم ترى. يهمني الشكل. فالكمام لازم أنت تعرف الكمام اللي تستعمله، هل هو قماشي؟ إذا كان قماشي لازم تغسله بعد كل يوم على الأقل، كل يوم ينغسل هذا الكمام. ماي دافي دكتورة ذكرتي، ماي دافي وصابون وتعلقه عشان ينشف تماما، بعدين ترد تلبسه. وبعد حتى هاي الكمامات القماشية بعضها في لها عدد استعمال معين، فأنتوا حطوا في بالكم هو هالكمام مش لأبد الآبدين، يعني هو هذا موجود وأنا بتم استعمال. دكتورة ولي علق الكمام على ها في السيارة شيء معلق نشوفه، شو تقول؟ أنا يعني اللي سمعت حين معلق الكمامة في السيارة، شو خاطرك تقولي؟ لا تعرفين شو يقولون آمنة؟ والله أنا لبسته بس ساعة، إذا خلاص اعتقل الكمام. تعرفين شو يقولون؟ أنا ما حللت الكمامة. إنزين يعني أرجوكم، يعني بوكس الكمام سعرها مناسب، إذا أنتم ما تبون تحافظون، إذا تبون تحافظون على البيئة وتستعملون الكمامات القماشية، خلوا لكم كذا كمام قماشي، وآخر آخر اليوم اغسلوهم ونشفوهم وردوا استعملوهم ثاني يوم. لازم تعرفون الكمامة هذه قماشية ذات استعمال واحد، كيف تلبسها بطريقة صحيحة. وللأسف أنا وايد أشوف يوم أمشي يعني في الشارع أشوف كمامات طايحة الشارع، هذا التصرف وايد يزعجني. سبحان الله، يمكن أنت فيك عرض معين، إيه مثلا عامل النظافة يشيله بإيده، أنت شيء نقلت العدوى، أو مثلا طفل في الأماكن العامة مثل الشاطئ، أنا شفت كمامات مرمية في الشاطئ، إذا الطفل بطبيعته يحب يمسك الأشياء ويلعب في الأشياء، تخيل طفل يمسك هذا الكمام يعني، وبعدين تنقل للعدوى. بعد إحنا مسؤولين، مش فقط نفسي أنا مسؤولة عني وعن عائلتي، وبعد أنا مسؤول أيضا عن المجتمع اللي أنا عايش فيه، يعني ما يصير الواحد يقول أنا وخلاص، يعني لا، أنت مسؤول عنك وعن، لأن يعني هي مثل دائرة، اللي بتسويه ترى في النهاية يمكن يرجع لك بطريقة أخرى. نعم، فدكتورة هذا يجرنا أيضا نرجع لي طبعا محور حديثنا اللي هو الشاطي والصيف ونظارة أسمى الشمسية. قولي لنا الإجراءات اللي خليتي أسمى تتبعها في الصيف، لأني سمعتكم أمس تسولفون في هذا الموضوع، وأسمى بعد أكيد لتراي، لأن نحن نشتغل مع بشكل وايد كبير مع التثقيف الصحي في قسم الإعلام، فالأشياء اللي تطلع في السوشيال ميديا كتوعية لازم نأخذ المادة نسمع التوعية عيال منج. أسمى نشوف استفدتي من بقول لكم شو كلام الدكتورة. الدليل الصيفي قاعدين نشتغل على دليل الصيفي، لأن إحنا تقريبا الأشياء تطلع في السوشيال ميديا نشتغل عليها، يعني حتى في قسم الإعلام ومع التثقيف مع الأطباء، إن كل نشرة تطلع نتأكد إن هي تكون يعني 100% كمعلومات صح، وتكون سهلة للجمهور. صحيح. فمن ضمن الأشياء قاعدين نسويها الدليل للصيف، وقاية ودليل إجراءات الصيف والحماية والجلد والبشرة، وأنا إنسانة ما أحب لا أحط سان بلوك ولا أحب النظارة، فطول ما أنا قاعدة أكتب وأعدل في الدليل وأنا أقرأ سرطان الجلد سرطان الجلد سرطان، فآخر شيء قمت صرت خطي نظارة شمسية اللي تغطي العين كامل، وصرت خط سن بلوك
50 SPF 50 شاطرة وقاعدة أحصل التلميذ المجتهد تعتبر اسمه دكتورة؟ بالضبط يعني أنا كنت أنا نفسي تأثرت. أعطينا مختصر دكتورة لدليل الصيف. الصيف إحنا نعرف إن جونا حار ومشمس وإحنا نبي نطلع ونستمتع، ولكن مثل ما قالت أسماء سرطان الجلد جدا شائع، الكثير منا ينسى فكرة إني أنا أحط وقاحة عامل وقاية لي ولطفلي ولعائلتي كلهم. لازم تحطون سان بلوك على الأقل 50، ومو بس خلاص أنا حطيت الصبح وبنسى عنه لين آخر اليوم، خلاص أنا حاط أنا سمعت الكلام وحطيت، لا هي كل ساعتين، وبالأخص إذا أنت نزلت البحر نزلت المسبح ترد تحط عامل الوقاية هذه. ثاني شيء النظارات الشمسية، يعني أنا ليش النظارات دكتورة مهمة؟ لأن تحمين العين من الأشعة أيضا الفوق بنفسجية هذه، وكل ما كانت النظارة أكبر كل ما حمت مساحة أكبر من وجهك، وبهاي الطريقة تحمين الجلد المحيط بالعين وأيضا أنت تحمين عينك. وبعد ننصح اللي يكونوا موجودين على الشاطئ القبعة، للأسف كثير أنا شفت ناس يستعملون قبعة القش كأنهم ما لابسينها، ترى ما منها أي فايدة غير أنها شكل. خذوا قبعة قش لكن اتأكدوا أنها الفراغات اللي فيها مش كثير، يعني كأن الفراغات شوي ضيجة عشان أشعة الشمس ما توصل للرأس والوجه ونتضرر منها. الدكتورة إذا نقدر نتكلم معرفة عن الوقت، نتكلم عن الإنهاك الحراري. ترى أنا من نوع في الشتاء أحب أطلع وأمشي برا البيت ومارس 10,000 خطوة يوميا برا، بس من بدأ الصيف وكنت مصرة إلا أطلع برا أمشي. فالمهم جتني أعراض الإنهاك الحراري، الحمد لله ما كانت كل الأعراض، بس الدكتورة قالت يعني في حد يطلع في عز الظهر، يعني أتذكر حتى مرة ومكفيني في الشارع أنت صاير المكان خافوا أن أنا شاردة من بيتنا، فقلت لي ساعة كم كنتي تمشين؟ كان ساعة 12 الظهر. 12 الظهر في عز الظهيرة، فتمي تقريبا أكثر من كم من يوم تعبانة ما أقدر أسوي أي شيء. شو هو الإنهاك الحراري إذا في حد من المستمعين يمكن يسأل دكتورة؟ الإنهاك الحراري إن أنت يعني تعرضين جسمك لدرجات حرارة عالية وتوصلين لمرحلة إن الجسم ما يعرف يتصرف بهاي الحرارة الموجودة فيه، توصلين لمرحلة إن أنت يجي الصداع، يمكن يغمى عليك، يمكن إذا أنت ما داريتي على نفسك ممكن يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية عنا، ولا سمح الله ممكن أن تؤدي أيضا إلى الوفاة، ومن الإنهاك الحراري تتحول لك ضربة شمس. فيعني بليز وقت الظهيرة اللي هو من الساعة، أنا أقول مو بـ 12 حتى من الساعة 11 لين الساعة 3 الواحد يحتاط. إذا مو بلازم تطلعون تحت أشعة الشمس المباشرة لا تطلعون، إذا بتطلعون ديروا بالكم خلوا المسافة تكون قليلة، مو مثل ما سوت أسمة تمشي ساعة في الظهيرة الساعة 12 الظهر تمشي. دورة أسمة صراحة يعني المشكلة أن هي تكتب كل الأدلة وأكثر وحدة حريصة في من تغير الجو يعني خاص حبيت سالفة أن أمشي 10,000 خطوة برا على البيت. الواحد يمشي بس أسمة بس على الساعة 4 مثلا على الساعة 5 النهار طويل عندنا. دكتورة أفضل وقت للمشي أول في هذا الصبح؟ أول الصبح أنا أقول من الساعة 7 أو اللي يحب ينش من وقت من الساعة 6 مثلا لين الساعة 10. بعد العشر أنا ما أنصح أي حد أن يطلع في الهواء، أتوقع بعد الشهر الجاي حتى 10 حتى ما يمشي الحال. فبعدين إذا أنتوا وايد تحبون تطلعون من الساعة 4-5 ممكن تطلعون، وما تمون وايد في الهواء الطلق وتمارسون الرياضة الشديدة هذه، يعني على الأقل بالساعة من الزمان، أكثر من هذا ما أنصح، وتكونون حامين نفسكم بطريقة صحيحة، واقي شمس، قبعة، نظارات، وبعد كمية كافية من السوائل. جسمك يفقد كمية كبيرة من السوائل إذا تمارسين الرياضة، فما بالك إذا مارستي في جو حار ومشمس، يعني أنت لازم تضاعفين كمية الماء اللي تشربينه. وإذا حسيتي بأي تعب على طول توقفين الرياضة وتريحين وتروحين لمكان مظلل وبارد شوي. دكتورة دائما نقول واحد يشرب 8 كوب في اليوم، لكن في معادلة أن الواحد يعني بالضبط كم يحتاج، لأن يعني في بعض الأشخاص ممكن ما يحتاجون 8 يمكن يحتاجون أكثر من 8 يعني، ويقولون المينيموم يقولون 8، بس شو هي المعادلة الحسابية؟ يعني مثلا يعني أفرض أن أنا وزني 100 كم يطلع؟ تعرفين يعني نقول على الأقل 8 this is the minimum، لكن مش طبيعي واحد وزنه 100 يشرب نفس كمية الماء واحد وزنه 50، يعني في النهاية هو يعني حاجة الجسم
يعني الجسم يحتاج كمية أكبر من الماء، فإحنا نسوي الوزن ضرب 0.033 ويطلع لنا الوزن بالكمية الماء باللتر تقريبياً. طبعاً بيكون تقريباً 3.3 لتر، يعني تقريباً 3.5 لتر، 3.4 لتر، 3.4 دبتين الكبار دبة صغيرة بالضبط. لكن هذا للإنسان العادي. في ناس عندهم أمراض مزمنة جسمهم يحبس ماء، يأخذون أدوية جسمهم يحبس. فهني إحنا نقول أنتوا إذا عندكم بعض المشاكل في مع الماء، لأن في أمراض معينة الدكاترة يقولوا لهم ديروا بالكم في كمية الماء اللي تشربونها، هذول ما تنطبق عليهم هاي المعادلة. هاي المعادلة للإنسان العادي اللي صحته زينة يطبق على نفسه هاي المعادلة. نعم، وطبعا دكتورة كان لدور الإعلام الصحي يعني دور جدا كبير في مرحلة كوفيد-19 والتعافي من كوفيد. أسمى دوركم كبير جدا، يعني نحن نظلمك إذا نختصر دور الإعلام الصحي في خمس دقائق، آخر خمس دقائق في البرنامج. فتذكرين لنا أسمى شو الصعوبات اللي واجهتكم، أو كيف أنتوا كنتوا الدور أو العامل الأساسي والوجهة اللي ناخذ منها كل المعلومات؟ هل هناك فريق متكامل يعمل تحت الإعلام الصحي؟ هل أنتوا أفراد تعملون مثل ما يقولون 24 ساعة؟ قولي لنا رحلتكم مع كوفيد كيف بدت وكيف وصلتوا الحين أنتوا؟ إذا بنتكلم عن بداية الجائحة كنا نشتغل 24 ساعة لأني أعرف الأسبوع. لكن لأن نحن القنوات الرسمية اللي تكون القنوات الصحية الرسمية لازم المعلومات اللي تكون فيها 100%، لأن كل الناس تثق بكل معلومة تظهر. فممكن نقول الضغط النفسي يمكن كان أكثر، لكن نحن مو بس يعني ما شاء الله، نحن عندنا في إدارة الاتصال قسمين رئيسيين في عملية التوعية اللي هي قسم الإعلام الصحي وقسم التسويق، ونحاول كثر ما نقدر ناخذ معلومات، وممكن ما نتأكد مرة، نتأكد ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، وقبل ما تطلع المعلومة تكون خلاص 100% أن هي 100% بتكون صح، وبعدين نظهر. بنكون نحن كإعلام صحي وأيضا كتسويق من ناحية أنه يطلع الشكل بالطريقة المحببة عند الجمهور. تقريبا يعني مو بس نحن نتكلم عن نقاط قنوات التواصل الاجتماعي، أيضا الإذاعات نحرصنا يعني الأطباء يقولون المعلومات في الإذاعات والجرائد، ونحاول نوفر المعلومات في كل القنوات اللي ممكن حسب الفئات المستهدفة. يعني كل واحد يحب مكان، في الشباب يحبون السوشيال ميديا، الكبار صحيح. يحبون مثلا فئة عمرية معينة يحبون الجرائد، فنكون موجودين في كل مكان حسب الفئة العمرية. نعم، فنحن دائما نقول للمستمعين أن مصادرنا موثوقة 100%. هيئة صحة دبي ما نحن هيئة رسمية في النهاية، يعني ما ننشر أي منشور إلا نتأكد من سلامة وصحة جميع المعلومات الموجودة فيه. طبعا من هذا المنبر أسمى أكيد نوجه لكم الشكر الكبير على كل الجهود اللي بذلتوها خلال جائحة كوفيد-19. يمكن الكثير ما يعرف أن أنتم جنود مجهولين وتعتبرون من خط الدفاع الأول صراحة على كل الجهود، لأني كنت أشوفكم لو الساعة 4 الفجر أنا أقول هاي متى يرقدون، يعني استفسارات واستفسارات وتردون صراحة. الإجراءات اللي تكون وايد واضحة للجمهور، فالدلائل الإرشادية تحاولون تبسطونها دائما كثر المستطاع، لازم تكون باللغة اللي الكل يقدر يفهمها. صحيح، فنحن نتكلم كل أفراد المجتمع، فكل ما كانت يعني نحاول نخلي اللغة أبسط ما يكون. وأيضا الموقع الرسمي موجود في الصحة، في صفحة خاصة بكوفيد فيها كل الإجراءات الوقائية، كل المعلومات اللي ممكن هم يحتاجونها كلها موجودة في الموقع الرسمي بعد. نعم، فطبعا نشكر قسم الإعلام الصحي وكذلك قسم التثقيف الصحي اللي تزودون هذا القسم بكل المعلومات اللي طبعا تكون معلومات صحيحة ومفيدة للجمهور. دكتورة هند، كلمة أخيرة في ختام برنامج صحة وسعادة لهذا الموسم، شو حابة تقولين للمستمعين في ختام البرنامج؟ طبعا يعني المستمعين، احنا لما كنا من بداية الجائحة وحتى الآن وسوف نستمر، احنا كنا نختار المسجات اللي تناسب الوقت اللي كان موجودين فيه. في كل دقيقة نصب اهتمامنا كان المستمع القارئ شو يحتاج من معلومات عشان احنا نفيده. ما كنا ننزل اي شيء نحس انه ما له داعي او ما حد راح يستفيد منه، وهذا الشيء هو اللي خلى القارئين والمتابعين يتفاعلون تفاعل مو طبيعي مع اللي ينزل من المنشورات والمعلومات، لانه كانت كاستم مخصصة لهم فقط.
حسب شي هذا الكونكشن صار، واحنا مستمرين، وهي في النهاية فريق عمل واحد وهدفنا نفيد المجتمع بشكل عام. نعم، فطبعا أعزائي المستمعين في ختام برنامج صحة وسعادة وجه الشكر لضيفتنا اليوم أسماء الجناحي، مسؤول السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر للدكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف الصحي في الهيئة، وكذلك الشكر موصول لمخرجنا المبدع والمتميز الأستاذ سعيد المر، وكذلك مخرجينا في البرنامج الأستاذ نمر محمد والأستاذ وائل يزعل وأيمن. وائل إذا ما يبتي اسمه خلاص. وكل الأشخاص. نعم كلنا. وأيضا نحب نشكر أيضا كل العاملين في خط الدفاع الأول اللي هم كانوا خط حماية لنا. صحيح. نعم وما ننسى نشكر طبعا مقدم البرنامج الأستاذ عبد الله جمعة حالة الظروف الصحية دون أن يشاركنا اليوم ختام هذا البرنامج، وكل الشكر للفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي. ذكرتك أيمن مخرجنا المبدع والمتميز أيمن سرحيل. كل الشكر لإذاعة نور دبي المتميزة وفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي الأستاذ يوسف سعد والأستاذ حسني البلاوة. نجدد الشكر لكم أعزائي المستمعين لحسن متابعتكم لنا، ونستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في موسم جديد وحلة جديدة لبرنامج صحة وسعادة، ودمتم في أمان الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.